هي مقامش لي بهديكي سلامي سلامي لشامي لأرضي أبائي وأجدادي سلامي لمن عشق التراب شامي سلام لأفضل حبات الديار كل الطوائف جنسيتنا السورية رح تضل عمراني بوحدتنا الوطنية I love you سوريا جد تيم سوريا وحناخ سوريا قصيرين سوريا بك لغة العالم بحبك سوريا صالح المنتخب العراقي علي عدنان ويونس يونس بيلعبها هزت قلوب العراقيين هذه هزت قلوب العراقيين يا يونس بيلعبها وفي العارضة كرة مضغطة بتعود للعراق علي السلام الله أمامي السلام impossible 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 مش معقولة أبدا كم عارضة وكم قايم وكم هجمة يا الله ارجع يا مخرج عطني يا مخرجنا شو سويت يا العراقيين شو سويت يا العراقيين شوف 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 ارجع من بدايتها يا مخرجنا شوف هني للعراق عالية وعرضية عدت ووصلت ويونس سدد وشالها وليد ومرة ثانية همام طم طم والله شيء 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 مو معقول شيء مو معقول يونس شوف كيف شاتها شوف كيف شاتها الدقيقة عراقية دقيقة حريقة حريقة مو بدقيقة الله 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 مو طبيعي مو طبيعي مو طبيعي تبقي أمال السوريين أمامك الآن الضربة الحرة المباشرة لمصلحة المنتخب العربي السوري حائط الصد الله يا الله يا الله يا الله يا الله لو أتى لو أتى الهدف الثاني كان يأتي الفرح لو أتى نعم الهدف الثاني كان يأتي الفرح لكن يا الله يا الله في القائم ولو كانت 2-2 كانت لمصلحة المنتخب السوري يتدخل القائم الأيسر ويشارك عمل اللي عليه عمر السومة وعمل يعني الضربة الحرة المباشرة يوم ما كانت 1-1 كان الأمال إنه يعني إلى ضربات ترجيح لكن 2-1 خلاص انتهى موضوع عملية ضربات ترجيح وصلنا الآن الأمل قبل قليل أتى الأمل لكن القائم الأيسر منك يا القائم الأيسر منك الكرة عمل الواجب عمل اللي عليه عمر السومة السوري على هذا الأداء البطولي من المباراة رقم 1 إلى المباراة اليوم رقم 20 وحسبي الله على القائم الأيسر مرة أخرى هارد لك المنتخب العربي السوري.